ومع كل إعلان عن اقتراب الاتفاق والهدنة نتفاجأ في اليوم التالي بمجازر مروعة يرتكبها المجرم النتن ياهو وحكومته المحتلة المجرمة لإفشال أي اتفاق. وبنلاحظ أن هذه المجازر تترافق بصمت دولي مطبق، بل وصل الحد ببعض الدول إلى التأييد والتبرير لهذه المجازر. والأصعب من ذلك المواقف المخزية للعرب الغارقون في مستنقع الصهيونية منذ زمن، ويتفطر القلب قهرا ويجن العقل عندما نرى موقف السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها تصهينت هي الأخرى بكل أفعالها، وبتنتظر فقط الوقت المناسب لإعلان ولائها المطلق لدولة الاحتلال والكيان الصهيوني. لكم الله يا شعب غزة، لكم الله يا أهل رفح الأبية، أهل فلسطين، أنتم والله أنتم عريتم هذه الأمة. كيف لنا العيش والأكل والشراب والنوم في أحضان أولادنا وأنتم ترون أولادكم ونساءكم يذبحون في هذه المذابح القذرة التي يقيمها الصهاينة بالدعم الأمريكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عدة رسائل ببعتها من خلال هذا الفيديو. أيها الناس، عرب ومسلمون وبشر، هل أصابكم اليأس؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. من يستطيع أن يغير هذا الكتاب؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. من يستطيع أن ينزع هذا الإرث؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. من يستطيع أن يؤخر هذه الكلمة؟ الكيان اللقيط المأزوم الهش الورقي بيعاني نقصا في الدبابات، ويعاني نقصا في القنابل، ويعاني نقصا في الصواريخ، ويعاني نقصا في الجنود والأفراد. كل هذا رغم الدعم الصهيو صليبي العربي الأوروبي الأمريكي الذي لا ينقطع. فماذا عن الرجال المحاصرين من كل كلاب الأرض؟ وماذا عن غزة المحاصرة منذ 18 عاما وهي محاصرة بحرا وجوا وأرضا؟ ماذا عن 22 دولة عربية تحيط بفلسطين المحتلة؟ ماذا عن الإمدادات العربية والإسلامية لإخوانهم وهم يموتون تقتيلا وجوعا وعطشا ومرضا؟ ماذا عن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان يا أمة الملياري مسلم؟ رسالة إلى أصحاب المعالي والسعادة والفخامة وجيوشهم الجرارة، إلى العالم المجرم المنافق فاقد الإنسانية مزدوج المعايير منزوع الضمير، إلى أمريكا المجرمة التي أقامت الدنيا واستدعت فيهم أمريكا المذعومة والعدالة الأمريكية الظالمة لمجرد جرح أذن البلطجي المتهم أخلاقيا وماليا وسياسيا، إلى أمة الملياري مسلم الذين مثلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فما بالهم وقد فقدوا توادهم وتراحمهم وتعاطفهم لإخوانهم في غزة؟ إلى الأمم المتحدة وهيئاتها وفي قلبها وكر الثعالب المسمى مجلس اللا أمن، وقد فشل عجزا وتواطؤا وتآمرا في إيقاف حرب الإبادة الجماعية على غزة. أما بنده التاسع فهو مخصص فقط لتدمير الدول العربية والإسلامية وتخريبها ومحاولة تركيعها. رسالة إلى الشعوب العربية التي تأكل وتشرب وتتناسل وقد ألفت الهوان وتعايشت مع الاستبداد والمهانة واستكانت للاستبداد وأشربت الانهزامية، كملوا نومكم يا عرب، خليكم كملين، غزة تذبح، رفح أبيدت وتباد، اللهم زلزل هؤلاء الظالمين المجرمين المتكبرين المفسدين، اللهم أمدد إخواننا بمدد من عندك. هل ألفينا المشاهدة؟ ثلاث مجازر في هذا اليوم والأمس، مئات الشهداء. يمكن وصف الوضع الإنساني في قطاع غزة الآن بأنه مأساوي ومحزن بشكل لا يمكن تجاهله. تتعرض سكان غزة ورفح لحصار غير إنساني من قبل المجرمين. تكثف المجرمة المحتلة حاليا عمليات قتل المدنيين في غزة والتي تشمل الأطفال والنساء والمسنين، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
فضيحة جيش الاحتلال تتمثل في استخدام القوة بشكل مفرط وغير مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. هل لا توجد قوة على الأرض تمنع هذا الكيان المجرم من طغيانه والزياد في طغيانه والإبادة الجماعية؟ للأسف إنه حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين. هناك عدة طرق يمكن من خلالها مساعدة سكان قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. التبرعات، يمكنكم التبرع للمنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة وتقدم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المحتاجين. الوعي والتضامن، الوعي بالظروف في غزة ونقل القصص والمعاناة التي واجهها سكان القطاع، وزيادة الضغط الدولي لوضع حد الحصار والانتهاكات، والمشاركة في الحملات الدولية للضغط، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بسبب الأحداث الصادمة والصعبة التي يشهدها سكان غزة. اللهم نجهم كما نجيت موسى وقومه من فرعون حين انقطعت الأسباب فلم يبقى لهم إلا أن. الحليم الكريم الجبار على من طغى وتكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.